شي ناس كما كنقول ديما هادشي تفرج حياته دي دوزا كيتفرج حياته دي دوزا كيكومونتي عليا كيكومونتي على واحد اخر كيكومونتي على الفيديوهات ديال شي طوموبيله على دار كي دايره على داك خونا على ديك ختنا. علاش نقول لك الصاد راه تنبارطاجي معاكم اخر ما كيبارطاجيو معايا الطب ديال المنتورز في العالم هادشي واحد انا المفيد الصاد راه بغيت المفيد راه عرفتي شنو كنبارطاجي راه شي سوا الزبل الفلوس عرفتي شنو كنبارطاجي هو اللي كيتقرى للشركات فهمتي في اخر ما كيتقرى تموتي في عباد الله اشنو خاص يديروا كيفاش خاص يتصرفوا راه المينتورز ديالي راه كيتخلصوا الزبل الفلوس انا مخلصو 60000 دولار في العام بلس واحد البورسونتاج من الارباح ديالي ملي جيت مع المينتور ديالي غير عام هذا ماشي بزاف قال لي كيفاش كتعامل مع راسك الا ما احترمتيش داكشي اللي زكيتي مع راسك الدراري الويب في المغرب فين وصل راه مشى بعيد غير اشطاري الدق والسكوت فهمتي واخا انا مع هاد النظريه ديال الدق مع النظريه ديال الدق والسكوت وضدها ومينيموم بعدا اجي نقول للدراري بحال هكا الدراري كاينه الخدمه في الانترنت وانا راني خدام دير بحالي انا ما بقيتش كنشارك الارقام لان حتى انا عجبني النظريه ديال الدق والسكوت حاليا راه الدق تشرشي ماشي الدق تشرشي ما معلم شحال كندير اخو ما كنديرش ما يا ود ترى ما لقيت انت باش نخلصوا الكره صافي باش بنادم يتفرق معاك اصاحبي يا ود ترى راني محنس راه ما عنديش ولا الله يحفظك اخي سيمو يقول لينا علاش كيهمك كاش تقول لينا سرت خدمه صح اش بغيت شي نقول لك لو بغينا نعرف شحال تدير مع هاد النظريه هادي هي زوينه الدق والسكوت لان فهمتي ما مزيانش تقول الارقام ديالك ما مزيانش فهمتي شحال هادي كنا في 2011 2012 كنت كنبارطاجي الارقام كنت كنبارطاجي الرولوفي ديال البنكه اي اخي ايوب قلت لك كتغفل في اللايف لا ما يسمح لنا هاد اللايف هذا راه يديز فهمتي يديز قبل ما نمشي الناس قلت ندير واحد اللايف راه توحش الدراري كنت كنبارطاجي الارقام لان ديك الساعه كنا مضطرين فهمتي راه انا تنقول خاصني نصنع واحد الموجه واحد الكالتر جديده لان تيبان لي هاد الفاكين شيت ديال الانترنت ماركتينغ وهاد الخدمه في الانترنت هي اللي ممكن تصوفي الوضع في المغرب فهمتي لان بنادم راه محنسر واصلا ما عندوش شي مايند سيت اللي في شكل باش يصوفي راسو كاين بزاف الناس صوفوا راسو فهمتي تنعرف بنادم ما قاريش صوفا راسو في ديك البلاد كاين اللي نشار صوفا راسو كاين اللي سمسار صوفا راسو كاين اللي بزاف ولكن كطلب واحد ليفور اللي ما عندش الناس كاملين كاين واحد ولد اوريكا كنعرفو معروف اوريكا معروف تمشي تسولو قول ليه ولا وقف اوريكا وقول لهم السلام الله يخليك راه تيقولوا لي شي علي كيبيع الفيلات هنايا راني باغي نشري فيلا دير لهم هذا الفيلم هذا اجي يقول لك علي مول الفيلات اجي لقوك به السيد ما عمر ما طلع في المدرسه ما عمر عرف شنو هي المدرسه ما عمر دات حدا باب المدرسه فهمتي يبدا من الزيرو ولد عائله فقيره دابا فتي دوفع ولكن ما يمكنش تكون بحالو يقدر انت تخبع من ورا البيسي علاه قلت شنو خدام هاد المادافاكرز ديال المغاربه خاصنا نقنتو من ورا البيسي يقدر يصوفي راسو يصوفي عائلته ولا صوفي راسو صوفي عائلته غادي يصوفي وحدين اخرين وهاد القضيه غادي كتصوفها هكا كيجات اما انت واش ممكن تكون بحال علي لا ما غاديش تكون لانه ما عطياش لكل شيء علي كيخرج كيجري تيمشي كيتعرف على عباد الله كيدير العلاقات من بعد ما عطياش للناس كاملين فهمتي انا فهمتي ديك القضيه غير فرضتها على راسي اني نولي شخص اجتماعي كنت قلتها في واحد الفيديو انا ماشي شخص اجتماعي انا كنحملش بنادم كنكره بنادم فهمتي ما تنحملش بنادم انا اش عزيز عليا المانيطه عطيني المانيطه والاكس بوكس طن طط 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 الكاروف ديوتي عطايا المعلم ما كاين غير القناص والنشاط وكذا ما عنديش مع الفيفا ما عنديش مع ريزي سبرو كنكرههم فهمتي عندي مع ريزيدنت ايفل عندي مع شي جو يكون منكش المعادله صعيبه خص تحلها ريزنت ايفل توم بريدر هذا هو ذا بيست اوف ذا بيست وعندك سيلنت هيل واو وات ذا فاك على سيلنت هيل الجنه فهمتي كل ما كيتعنكش اللعبه كل ما كتبغي تحلها حتى هاد اللقطه هادي مهمه ندوي عليها حتى هي الا كنتي من الشيطان اللي عزيز عليك تلعب ريزنت ايفل ولا تلعب توم بريدر ولا تلعب سيلنت هيل ولا هاد الثلاثه هادو ما جاوش في راسي شي سميات اخرين الا كانوا عزيز عليك تلعب الثلاثه هادو عرف راك انت راك من الناس اللي عزيز عليهم يقدروا يحلوا المشكله كنتي من هذوك السيطان اللي تيجلسوا كيلعب كره كاينين السيطان بالمناسبه اللي كيلعبوا كره وكيلعبوا هادو فهمتي ما تحكرش كلشي فهمتي عندهم مع هادو علاش لاني كنت كنشوف شي دراري صحابي اللي يومين هذا ما داروا والو في حياتهم ملي كنا صغار كنا كنلعبوا تنكونوا كنلعبوا هكا فهمتي تنكونوا كنلعبوا في الطومبريدر كنطبروا كوطا نحصلوا في شي بلاصه
كنبدا نقول لهم لا لا صافي تقدر كاينه تقول لا الدراري صح تقول احيي صاحبي هذا الزبله هذا حيد بلا ما نخسر احيي تيش درنا صاحبي كره نلعب واش هذا الوز هذا انا ما فهمتش ديك الليله كنت كنبات بلا ناس ديك الليله كنت كنبات مريض تنقول الصاط كيفاش فين قمتو الساروت وعلاش ديك اللعيبه كتجي كتضربنا من اللور فين كاين ممكن نهربوا راه كان خاصنا كاينه واحد اللعيبه نسينا تما نمشيو نتخبوا فيها بين ما يدوز الشوك وما هادشي قتلنا ونمشيو نكملوا الصاط فهمتي تبقى دماغ خدام نتمنى انا عارف ماشي نتمنى بزاف ديال الدراري عندهم هاد لي جو ولكن نتمنى الناس اللي عندهم هاد لي جو هادو فهمتي راه عارف راه عندك والله الا عندك مستقبل وحق الله الا عندك مستقبل عندك مع ريزنت ايفل ريزنت ايفل هو الليفل الصغير توم بريدر الليفل اللي تابعه فهمتي يعني دابا قول لي كيفاش كتحل المشاكل توم بريدر هو ريزنت ايفل هو العيان فهمتي تولي تحل تولي تحل المشاكل الصغيره صبر واحد الاخ تما مسب مع واحد الاخ غير بانيو حتى جيت حتى الاخر حتى هو صافي عندك ريزنت ايفل هو الليفل الصغير ديال حل المشاكل توم بريدر اللي تابعو والسيلنت هيل هو الحماق فهمتي هو فهمتي ريزنت ايفل السيلنت هيل كانوا فهمتي كانوا شحال من واحد كان تيتفرج فيا كنت كنلعبو كنت كيلعن فهمتي تقول لي الساط راه انا جيت البارح لقيتك هنايا فهاد الدرب هذا غادي يجي واليوم جيت لقيتك هنايا باقي حاصل الساط كاينه شي لعيبه مخبعه هنايا بزاف ديال الناس ما عندوش مع هذا الفاكين ملل فهمتي هو ومين لاصات فهمتي لان عندك مشكله فهمتي دابا شحال من واحد كياخذها بديك اللعبه ديال انه كيلعب انا ما كناخذهاش بديك القضيه ديال كلعب لاصات رانا هو داك اللعب راني طايح في مشكله خصني نسلك راسي بزاف الناس ديك اللعبه ديالها حنايا وونت تو هاف فان ار الاكس بوكس صاحبي حنا جايين باش نهربوا من المشاكل ما جايينش نطيحوا في مشكله اخرى هو تقلب بيه الكار في الغابه وحصل مع الجنون وانا مالك وانا غندوز هذا الموضوع هذا حصلنا حتى حنا في الارعاب وي كيما قلت لك انا عندك مع لي جو راه ورجعوا عاوتاني القضيه ديال علي القضيه دي ما عطاتش كلشي انا ما ضفاكر هذه هي الشخصيه ديالي الطبيعيه اللي واحد النهار كنحلم اني نرجع لها فهمتي لان حاليا ملي كنشوف الاكس بوكس ما عنديش مع البلاي ستيشن شحال ما ضفاكر تقول البلاي ستيشن صاد داكشي بحال قلتي كل واحد شنو عزيز والاذواق لا تناقش كما قلت واحد القضيه المفيد انا يا اخوانا المفيد كما قلت المفيد راه هو اللي تنبارطاجي ستوريات ديما والمفيد راه كاين هي جاست سام مادافاكرز ما عادش نقول لك مادافاكر لان فهمتي شي ناس كما كنقول ديما هاتي تفرج حياته دي دوزا كيتفرج حياته دي دوزا كيكومونتي عليا كيكومونتي على واحد اخر كيكومونتي على الفيديوهات ديال شي مغني كدا تي 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 كومونتي على الفيديوهات مشاليه ديال واحد تيطلع ديما في التوب تريندينغ حتى هو المهم تلقاه كيدوز حياته كيكومونتي خاصنا المعلقين هما منهم فهمتي دوك خوتنا اللي كيمشيو شي الزرايات كيمشيو شي يتفرجوا في كره خاصها المعلقين خاصها التجمهور اي حاجه كاين فيها التجمهور وكاين فيها اللعابه المتجمهرين هما اللي كيخلصوا اللعابه كيتخلصوا فهمتي وهاد المتجمهرين هادو كاينين في الحياه فهمتي دير شويه ديال تيدير هي ها 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 شي كومونتي كدا ما بغيتكش تكون من هاد السيطان اللي دايزين غادي دوز حياتك الصاط غادي تحط فيك الروح نهار تولد وتخرج من الوالده ديالك فهمتي تخرج منها حتى نهار تموت او حتى واحد ما عارف فين غادي تموت وانا بلاصه غادي تموت وانا التاريخ غادي تموت فهمتي الله هو اللي عارف غادي دوز ديك المرحله كامله ديال حياتك فهمتي انت متفرج فهمتي وغادي كتطلع في النيفو التفرج ملي كنتي صغير كانوا تيعلموك هادي صبوره هادي طوموبيله هادي عماره هادي كدا زدتي كبرتي بقيتي متفرج فهمتي حفظوك واحد السيناريو بقيتي كتعاود نفس الهضره طوموبيله على دار كي دايره على داك خونا على ديك ختنا زوينه هذاك خونا بوكوس هذاك خونا ما عطاوش هذاك الساط دوزتي حياتك صاحبي كتشير اصاحبي دير شويه هاكا احسن لك من ديك هاكا فهمتي دير شويه هاكا تشاف راسك وخدم على راسك ما تنقولش لك يقدر تقول لي يقدر هي تسمع هذه الجمله هذه فهمتي تكنزز يقدر تسمعها
عرف الصاط راه الا سمعتي وما عجباتك راك انت من المتفرجين. سمح لي انا كنعتذر لك ولا تلاقيت معاك نبوس لك راسك. رجع تفرج على الصاط سبني شويه في لي كومونتير تمايا وشري من هذا اللايف هذا. الا لقيتي فيديو ديالي في اليوتيوب سب شويه في لي كومونتير ضرب ديسلايك وزيد فهمتي حاجه. الصاط هذه النوعيه ديال الناس كاينه فهمتي ولكن ما باغيش شحال من الفولورز ديالي لاكطاريه لاكطاريه ديال الفولورز ديالي ما باغيش يكون من هذا النوع هذا فهمتي. ما كرهتش تكون كان شي لقطه في انستغرام باش تفيلتري مثلا. كون انستغرام قال لي واحد 100,000 تكمل هاد الايام ما حملهاش تكمل بالمناسبه. ما كرهتش الانستغرام كون قال لي ندير معاك واحد الصفقه نحيد لك 80,000 ونخلي لك 20,000 ديال البلايرز ونقول نخلي لك غير 5,000 ديال البلايرز. نخلي لك 5,000 ديال الناس اللي كتسمع الهضره وكتخدم وعاطيه الشحط. نقول لي خذ 100,000 خلي لي 5,000 ما عندي ما فهمتي ما عندي ما ندير ب 100,000 الصاط. خاص القاسح لا اخويا ما خاصش تلقى قاسح لا والو. حتى بزاف ديال الدراري فهمتي ديال الثقافه باش كبرنا داكشي ديال تقول لك. وهاد القضيه حتى انا كنت غلطت فيها بالمناسبه فهمتي. المنتور ديالي هو اللي بدل ليا علاش نقول لك خاصك شي شخص سابق شي شخص سابق في الحياه شي شخص عارف اكثر منك شي شخص فاهم. انا من المدافكرز اللي كنت كنقول ديما خاصني القاسح خاصني الهضره قاسحه خاصني اللي يدور فيا خاصني اللي فهمتي شي هضره اللي هاكا عاد نتحرك. كنت بحال هاكا فهمتي. كنت ديما فهمتي ديك اللعبه ديال خاصني شي 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 مضف شي هضره المهم اللي شوكون عاد نتحرك. ويا راه ماشي صحيح هذاك الشيء ديال راه خاصيمو دوي معانا يعطينا القاس حصات راه ما فايدك لا قاس لا زوين. غنقول لك شنو اللي فايد. حتى انا كنت من كان عندي هذا التفكير هذا ديال خاصني المهم خاصني شي هضره تكون قاسحه فهمتي شي هضره تكون قاسحه الا دي تحركني الصاط. وكنت من هذيك النظريه ديال الا ما نطش مع الصباع بكري غادي نصب راسي غادي ندوي بحال هكا مع راسي انت حمار نقص شويه من السب بيان سور. انا كندوي مع راسي خسر من هكا انت حمار كي دار درنا نوضو مع الخمسه ما يتشال السبعه الله يلعن عليك. كنت كندوي هكا مع راسي ولكن الصاد ما خدامش بحال هكا فهمتي. هادي الطريقه اللي تعلمتها انا بالممارسه وخدامه شويه ما خدامش على المدى البعيد. ملي جيت مع المنتور ديالي راه عام هذا ماشي بزاف قال لي كيفاش كتعامل مع راسك الا ما احترمتيش داكشي اللي زكيتي مع راسك. قلت لي كنسب راسي كنسخط على راسي كنكفر على راسي. قال لي الصطاد الهضره هادي خاوي هادشي ماشي في صالحك. تكفر على راسك تسب راسك تكفر على راسك ما ماشي في صالح. قلت له شنو اللي في صالحي هو نقول له شكرا مزيان الله يرضي عليك مريض حتى السبعه. قال لي لا ماشي هادي تشكرو وماشي هادي تسبو هادي تسولي راسك علاش ما ضنحتش على السبعة. اشنو اللي درنا اللي خلانا نضنا على السبعة. اشنو ممكن نديرو حسن تنوضو مع الخمسة. قال لي كلشي كاين السر ديال هاد الحياة هادي كاين السؤال وداكشي اللي كتوصل ليه تكون بالاسئلة اللي كطرح والكاليتي ديال الحياة اللي كتعيش دابا بسبب الاسئلة اللي كنتي كطرح في الماضي. ولقيت هضرتو صحيح على حقيتاش كاع هادشي اللي وصلت ليه بسبب الاسئله اللي كنطرح. على حقيتاش ما كنطرحش كيفاش نربح 1000 دولار في الاخر الشهر. كنت كنطرحها ملي كنت ساكن في دواري زيك. ما كنطرحش كيفاش نربح 2000 دولار 10,000 دولار عشان ما نطرحش هاد الاسئله. هادشي الشيت بعد ما عرفت بزاف ديال الناس اللي دايرين بيا اللي فايتين اللي كيدو في سام فاكين بيغ نمبرز. وليت كنطرح اسئله ديال كيفاش غادي نربح على خوتنا هادو كيفاش غادي ندير نص ديال خوتنا هادو كيفاش ملي الا زكيت حاليا مع راسي الخمسة الصباح وما نطال الخمسة ونص بقيت كنتعكز واحد نص ساعه واخا مابقاش كطرا من نهار سكنت هنايا باش نقول لك قدر ملي كنت في بوكيت شحال هادي مساله ديال الممارسه فهمتي. بحال شي واحد تيهز 100 كيلو وموالف تيهز 120 وجا ما قدرش يهز 100 كيلو ما يمكنش فهمتي. داكشي العاده صافي هو مولف. ولكن انا اللي جيت نهزير 80 هادي اللي قافها صعوبه 100 راه الروح ديالها تبغي تطلع فهمتي. يعني هو بحال قلت شي نفس القضيه انا موالف نوض مع الخمسه. المهم عطوه مثال يعني نفترض جيت نوض مع بيت نوض مع الخمسه وبقيت كنتعكز كندير سنوز 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 وما نتتل حتى الخمسه ونص. ماش نقول الله ينعل لك بحال شحال هادي الله ينعل لك الوالدين ما متفروش شي ما والو فاشل. المشكله كدو مع راسك هكا كتخرمز راسك ماشي كتخرج تتخرج على راسك. ما كنتش كنت ندوي مع راسي بالمناسبه بحال هكا
علاش نقول لك الصاد راه تبارطاجي معاكم اخر ما اخر ما كيبارطاجيو معايا الطب ديال المينتورز في العالم شي جوج انا المفيد الصاد راه بغيت المفيد راه نضل نقولو في ستوريات الصاد راه عرفتي شنو كنبارطاجي راه شي توزع لك الفلوس عرفتي شنو كنبارطاجي هو اللي كيتقرى للشركات فهمتي في اخر ما كيتقرى تموتي في عباد الله اشنو خاص يديروا كيفاش خاص يتصرفوا راه المينتورز ديالي راه كيتخلصوا زويلت الفلوس انا مخلصو 60000 دولار في العام بلس واحد البورسونتاج من الارباح ديالي جا مخلص 60000 دولار في العام لا والو لي زيكسبيريونس ديالي اللي كيطراو ليا مع داكشي اللي كيطرا معايا نجي كنبارطاجيه معاك صافي خذ واحد المعلومه اللي ما عرفتش شحال كتساوي خذها وابليكيها في حياتك بزاف ديال البنات تمشي انا مثلا شحال هادي نوض مع الخمسه نرجعوا للمثال الخمسه نوض الخمسه ونصار نسيب براسي دابا لا غادي نقول علاش ما انت لا سميتو السؤال هو الاول علاش ما انت حتى الخمسه ونص انا سمعتل دونك غدا خصني نعس بكري صافي حلينا المشكل صافي حلينا المشكله ما وكون سبيت راسي ما نلقاش نلقاو المشكله وغادي نبقى عاوتاني الغد لا ديال نوض راسي بزز وراسي يجي ينتقم مني تمشي هادي عيالي في وسط النهار لان خاص تعرف بلي راه صعيب تضرب مع راسك كنجي شحال واحد تقول لك نضغط على راسي وانا ملي كنقول لك ديك الكلمه ديال ضغط على راسك فهمتي كاين كما كنقول هاد اللعيبه المقابل المقابل يعني غادي نضغط على راسي خصني مقابل وما يمكنش انت ما نعس حتى 3 د الصباح 2 د الصباح تنوض راسك مع الخمسة راه ماشي ينتقم منك راه ينتقم منك شر انتقام ولو ولو عرفتي تيبانوا لي تما لي كومونتير الناس الزويونه نقول سميتهم شي يقلبوا عليهم بصح المهم لي كومونتو كاملين الاخرين كاملين المتابعين شكرا بزاف الدراري صحابي و واحد الصاد كتب ليا خويا السيمو خدمتك ندمتيني هاد الصاد هذا بحال داك خونا اللي كيتلاقى مع شي خونا راكب في شي حديده مزيانه كيدير ديك الهضره ديال الصاد شوف هذيك الطوموبيله صاحبي عطيتو يمشي يغسلها مشى تيدور بها الصاد راه يو ار فوكين دريمين الاوت فهمتي زوين الصاد هادشي ماشي يعنيش اني ما نخدمش عندك الصاد انا جيت نجيبوني الفلوس الصاد انا خدام عند شحال من شركه خدام عند شركه انا في الطيرون خدام عند شركه في ميريكان خدام بالمناسبه عندي الاقامه في مصر وخدام عند شركه مصريه هادي ما عمري قلتها فهمتي وخدام انا عطيني الرزق انا كنتخلص فهمتي اي ام فاكين ماركتر اول اي دو از ماركتينغ كنبيع بالليل وبالنهار كنحلم بالبيع بالليل وبالنهار تصور ملي كنمشي كنبغي الناس كنحلم فهمتي كنحلم على الارقام ماشي الارقام فلوس كنحلم الكونفرشن دابا شحال واحد قلت الارقام خونا مهووس بالفلوس صافي حنا ما كنفكرش في الفلوس الفلوس راه كاينه اللي هي غادي تجينا صحه يعني كندير داكشي اللي كيجي بالفلوس الارقام كندويك على الكونفرشن صافي عندنا هاد لاباج كتكونفرتي 4% شنو ممكن ندير باش نخليها 10% سؤال علاه كنقول لك السؤال اللي كطرح السؤال اللي كطرح شحال من قلت الارقام لا صافي ماشي فلوس الفلوس غادي تجي صحه على حقاش كنديروا داكشي اللي كتجيب الفلوس ما كاينش الفلوس فين غادي تمشي الفلوس صحه غادي تجي لان كنديروا هادشي اللي كنبغيتك توصلوا واحد النهار ملي تكون كدير الصاط داكشي اللي كيجيب الفلوس صحه اش كنديروا كنبيعوا واحد الحاجه اخرى عاوتاني بزاف ديال الناس كيجي وبلا ماشي واحد ما يبقى يقول لك هذاك خونا انت كراشي داك خونا ما كراشي حتى واحد اسمع الهضره اللي تنفعك الله يرضي عليك ما تبقاش تتشاف داكشي ديال رد فلان على فلان لحقاش انا ما كنديرش داك الطبريش داك الطبريش كيديروه شي واحد محنسر عنده مشاكل دايز في الداون ديال الحياه ديالو دايز ماشي مرحله انه محنسر وكيديروا الطبريش ولا اكثر كيكون السبب ديالو هو التحنسير الخدمه ماشي عيب خصك الصاد تمشي تخدم ولكن ما تمشيش تخدم في شي اداره ما كتعلم منها والو دابا مثلا الا خدمناك في شي مقاطعه قول لي شنو غادي تتعلم تعلمت غاليز غادي يجي عندك بنادم عام داز عامين داز اشنو تعلمتي في هاد العامين هاد اين اكسبيريونس دابا تجي دو تقول لهم عندي عامين ديال اكسبيريونس في ليغاليزاسيون اشنو كنتي ولا عندي هاد اللي داتي خدمات عامين الصدر ما عندك حتى حاجه
فهمتي ما 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 خاصك تمشي تقلب على شي خدمه اللي لاكطاريه اللي ما كيبغوش يعلموك في المدرسه في البيع في المبيعات يا كوميرسيال اي حاجه في المبيعات خاصك شي خدمه في المبيعات والخدمه في المبيعات هي اللي فيها الفلوس وهي اللي كتهرب منها هي اللي ما كتحماش ري يا صاحبي نهز التليفون اتصل بالكليير ري يا صاحبي نمشي عند الكليير ري يا صاحبي نمشي صاط تما فين كاينه الفلوس صاط الفلوس لك فهمتي ليومين هذا اللي تنضرب يوميا جايه من البيع كاينش اللي كيعطيك الفلوس دابا انت كتجلس مع راسك كيفاش غادي ندخل لك خاصك تبيع الصاط سمعتي كي دايره سهل الجواب كيفاش خاصك تبيع وديك البيع ما تحملوهاش لان الثقافه ديالنا في المغرب ما كتحملش البيع مثلا غير شو علم واحد شي مثلا لا فكرت انا نبيع شي موضوع سيمو لايف بغا يبيع هو بغا يبيع صافي علاش ما كتحملش البيع والبيع هو كلشي هذه اول حاجه خصك تعلم في الحياه اول حاجه خصك تعلم الا بغيتي تافونسي في حياتك وما كاينه حتى طريقه اخرى هو تعلم البيع ولا ما تعلمتيش البيع والله لا تفرتي والله لا درتي شي حاجه في حياتك والله طوف ما تفكرز اللي كيبانوا لكم داروا الفلوس اداروها باع لك شي حاجه شوف ديك البيريود فاش سميتو باع لك شي حاجه ديك البيريود بالك دابا هادو السنوات كدوز 1900 وكدا 1980 1980 1990 ترق سير مثلا شدك خونا شد لي ديك البيريود اللي قبل ما بانت لك عنده الفلوس عرف راه دار شي بزنيسه كان تيبيع كاين شي حاجه اخرى كان كيبيع سي بي اي راه هي ذا فاكين ماركتينغ كتبيع